معاملة الدكتور هنا كمعاملة اخوات، بيبسطوا لنا الموضوع ببساطة وبيشرحوا لنا بأسلوب كويس وهادي. المكان كويس والدكاترة كويسين وبيدونا كل حاجة احنا محتاجينها، ودايما بيعيدوا معانا حتى لو مش في حد فاهم، بيفهموا كل واحد اللي هو محتاجه، تريتا واي حد محتاج حاجة حتى لو بره الدراسة كمان بيقول لنا.